اهلا بكم متابعينا ومتابعي موقع بصراحة في كل مكان. مكملين معاكم هنا من داخل سوق السيارات المستعملة هنا من شبين وكوم بمحافظة المنوفية. هنا بيتم عرض جميع انواع العربيات وجميع الموديلات بجميع الاسعار، كمان الاسعار اللي بتبدأ من 30,000 جنيه لحد 500,000 واكثر من 500,000 كمان. هناخد معاكم جولة دلوقتي في السوق ونعرف انواع العربيات اللي موجودة واسعارها مع ملاك العربيات. طبعا ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ نتعرف عليك. دكتور احمد. اهلا وسهلا دكتور احمد. يعني قول لنا بقى حالة العربية ونوعها. العربية شاهين 2001. فيها رخصة سنة مرور شبين الكوم. ازاز امامي كهرباء. دركسيون باور. رشة بره كلها. فابريكا دواخل. سعرها كام؟ سعرها 95 ان شاء الله. سعرها في المتناول كويس. حالتها بقى واستعمالها وكده. حالتها زي ما انت شايف، يعني هي بنقول لك الازاز كهرباء وفي شاشه فيها شاشه. جميع الاجهزه والحاجات اللي فيها. مفيش حاجه فيها واقفه، كله شغال. ولو في اي حاجه محتاجه مصاريف ممكن نشوف يعني تكلفتها كام وننزله من ثمنها، مفيش اي مشكله. بس بما يرضي الله، يعني ما بقاش فيها حاجه ب 500 جنيه ومنزل 5,000 و10,000، لان ده الناس تحاول تعمله انت. تمام، بنشكرك جدا. شكرا لله. يعني هنكمل معاكم طبعا نعرف على طبعا. السلام عليكم. حضرتك مين صاحب العربية؟ السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ نتعرف عليك. ايمن شعبان. عاوزين نعرف منك نوع العربية وحالتها وسعرها. عربية اكسل 98 سعف زيرو دواخل جديدة لانك. سعرها 100. حالتها برضو يعني واستعمالها وكده في حاجه؟ الاكسل معروف استعمالها 10 على 10. وكذا الموتور بتاعها برضو 1300. تمام، شكرا جدا. مين صاحب العربيه دي؟ ازي حضرتك؟ اتعرف عليك. محمود صلاح من طنطا. اهلا استاذ محمود. عاوزين نتكلم عن نوعها هونداي دي. غيرنا 2017. كسر زيرو. قول لنا بقى سعرها كام؟ سعرها 385. 385. ممكن تورينا الموتور بتاعها ويوري الناس. المكنه ب 3000 جنيه. الماتور يعني باين اللي هو ما فيهوش حاجه، يعني زيرو زي ما انت حضرتك بتقول. حاله العربيه فابريكا. قلت لنا معلش سعرها كام يا استاذ محمود؟ 385. 385. في تفاوض ولا نهائي؟ يعني زي ما انتم شايفين. مشكورك جدا يا استاذ محمود. السلام عليكم. عربية حضرتك؟ لا.
ده عربية حضرتك؟ فين صاحبها؟ فين أصحاب العربيات دي؟ يعني العربيات اللي قدام حضراتكم زي ما انتم تابعتم عايزاهم تابع موقع بصراحة في جميع أنواع العربيات موديلات وفي جميع الأسعار أيضا اللي بتبدأ من 30,000 لغاية 500,000 600,000 على حسب طبعا نوع العربية وموديلها كله بيختلف زي ما انتم شايفين زحمة بيشهدها هنا سوق السيارات من كل أسبوع كل يوم جمعة طبعا من كل أسبوع دايما الناس هنا بتبقى حريصة سواء اللي عنده عربية بيجي يعرضها أو اللي عاوز يشتري عربية بيجي هنا السوق عشان يشتريها زي ما انتم شايفين المكان ده طبعا تم تخصيصه لعرض العربيات المستعملة هتيجي هنا هتلاقي كل نوع انت عاوزه هتلاقي كل سعر برضه انت عاوزه يعني جميع الأسعار وجميع الأنواع وجميع الموديلات موجودة هنا في سوق السيارات المستعملة في محافظة المنوفية عليكم السلام زي ما انتم شايفين يعني حتى ما زال لغايه دلوقتي الناس بتيجي عشان السوق طبعا هو بيفتح هنا من بعد او الناس بتبدا توفد هنا من بعد صلاه الجمعه لغايه اخر اليوم لغايه المغرب او العشاء كمان بيفضل الناس متواجده بشكل كبير زي ما انتم شايفين السلام عليكم عاوزين نتكلم مع حضرتك بس في العربيه نتعرف على حضرتك عمرك يا فندم عماد معاك اهلا استاذ عماد عاوزين نعرف حاله العربيه وسعرها وموديلها العربيه ديت موديل 2014 وفابريكا بره وجوه 2014 لسه 2014 سعرها كام 780 780 دي يعتبر اغلى عربيه هنا في السوق النهارده يا باشا ما تغلاش عليك ولا الله يخليك ناس هنا مشاهدينا بيتفرجوا بيبقوا حابين يشوفوا الـ العربيات وسعرها ونوعها عشان نشجعهم ان هم ينزلوا يشتروا يعني تحت امرك الله يخليك حاله العربيه كويس فابريكا بره وجوه استبن ما نزلش رخصه باسمنا 3 سنين تمام بنشكرك جدا يا زلمه ربنا يخليك يعني زي ما انتم شايفين يعني في ناس بتمشي من السوق وفي ناس بتيجي السوق لسه الناس هنا كلها متواجده زي ما انتم شايفين كله جاي عشان يعرض عربيته او يشتري عربيه على حسب اعزائي متابعي موقع بصراحه كنا موجودين معاكم هنا من داخل سوق السيارات المستعمله في محافظه المنوفيه بنشكركم على المتابعه والى اللقاء في لايف جديد وقصه جديده